عندي طاجن لحمة بالكوسة، عندي لحم مكعبات وتوم وبصل وكركم، بودرة زعفران، قرفة، زنجبيل، عندي جزر، كوسة، كرات، كرفس، ورق لورو، حبهان، زيت، ذرة كريستال، ملح وفلفل. طيب وابدأ أقطع البطاطس، الكوسة والجزر والبصل كله مع بعضه. وانزل كده بالزيت سخن جدا، وانزل بسم الله الرحمن الرحيم كده كده، ادي مكعب المرق اللي احنا اتفقنا عليه، اقطع اللحمه بتاعتي بقى، شويه لحمه حلوين زي الفل اهم. دايما تختاري حته اللحمه الطريه بتاعتك. ادي اللحمه بتاعتي كده حبيبي يا سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. طيب كده جنزبيل، توابل، كركم، شوية كركم تاني يا أستاذ من فضلك، بودرة زعفران، قرفة، كده أدي الكوسة بتاعتي، أدي الجوز بتاعي، أنا حطيت لها مكعب مرق فلازم أديها، طبعا أدي الملح، وأدي الفلفل. لازم بقى تغلب راحتها غلوتين حلوين، دي كمان شيشة مية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعم المهم عندي الطاجن يبقى طش كده، يا جمالك يا جمالك في طشاتك. اقوم بقى ايه اخش بيه الفرن،